أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الأخ يقول تبديل الحدود يدخل تبديل الشرع، الحدود من الشرع، فمن بدل حدا مقطوعا به فهذا داخل في تبديل الشرع، والتبديل غير الترك التبديل، فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك يقول الله جل وعلا إنما النسي زيادتهم في الكفر، فإذا زاد التبديل زاد التغليظ، ولا فالحكم يبقى هو هو، لأن كون الإنسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون كفر. أما كون يبدل شرع الله يبدل شرع الله فهذا لا نزاع بين الأئمة بأنه كفر. ذكرت لكم كثيرا قول أبي محمد بن حزم، محمد بن حزم يرى أن من حكم بشيء من الإنجيل وترك حكم الله أنه كافر مرتد، يقول لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. هذا هو الآن بحكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ فيرى ردة بالإجماع، فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية قضية التبديل، الترك هو أن يأتي إليك أن يكون هناك قاضي أو هناك حاكم وترفع إليه قضية فيها قتل لقريبه أو قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد دون أن يستحل ذلك، هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء، وهي التي قال عنها الأئمة كفر دون كفر لأنه لم يرتكب هنا شيئا يناقض أصل الإيمان. ولا أعلم أحد من العلماء قال بأن هذه الصورة بأن كفر أكبر. وأما التبديل فإنه يجعل هذا شرعا للناس، فهو عطل من جهة وشرع من جهة أخرى، وبدل من جهة وشرع من جهة أخرى، مثل أن يأتي إلى حكم الله بالقصاص، الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فيأتي لهذه الحدود فيلغيها ويقول نضع عوضا عن القتل حبسا وعوضا عن السرقة غرامة مالية، فهذا بدل حكم الله، فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروض على الناس وألغى شرع الله بالكلية في القضية هذه بالكلية، وقال للناس هذا اللي تتعاملون به وهذا الذي نشرعه لكم، وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا، لأن الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماه الله جل وعلا كفرا فقال إنما النسيء زيادة في الكفر، فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين التبديل والتشريع، التشريع والتبديل كفر في حالة وجود التبديل، في حالة وجود التشريع فإنه يكفر ولو كان في مسألة واحدة، ويدخل في قول ابن تيمية رحمه تعالى أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، ويدخل في قول ابن حزم بأنه
مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، ويدخل في قول إسحاق بن راهويه من رد شيئا مما أنزله الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن له كافر.